التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ختام زيارته الرسمية لجمهورية بولندا اليوم مع الرئيس البولندي المنتخب فخامة أندري دودا الذي سيتسلم سلطاته الدستورية في أغسطس المقبل. وقد رحب الرئيس المنتخب بسموه كشخصية سياسية عظيمة لها رؤية ثاقبة وحكيمة تثير إعجاب الآخرين، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتابع إنجازات الإمارات بشكل عام وإنجازات دبي على وجه الخصوص التي وصفها بأيقونة التحضر والنجاح. وهنأ سموه الرئيس المنتخب على الثقة التي أولاه إياها الشعب البولندي، وأعرب عن ثقته بأن المرحلة القادمة ستشهد تطورا ملموسا في مسار العلاقات الثنائية.